موضوعنا حلو أكيد، لكن بالطبع مشاهدينا رح نبدأها بالأخبار اليومية. وفي خبرنا الأول هو اعتزال المملكة العربية السعودية عن إيقاف تعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ذلك ابتداء من 2024 ميلادي. ويهدف هذا القرار إلى تحفيز تطويع الأعمال والشركات والمؤسسات الأجنبية والحد من التسرب الاقتصادي، وأيضا توفير وظائف جديدة للشباب والشابات، والأهم أن تنفذ المنتجات والخدمات الرئيسية على أرض المملكة بمواصفات تتناسب محليا. تتنافس مدن العالم على جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لما لها من أهمية في خلق الوظائف ودعم نمو المحتوى المحلي من خلال توفير حوافز وتسهيلات عديدة. بالضبط، وتواجد أكيد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة من المتأكد أو الأكيد أنه بيحفز جذب الاستثمارات، واللي راح يخلق فرص وظيفية مباشرة وحتى غير مباشرة، خلنا نقول من خلال توطين أعمال هذه الشركات في المملكة. صحيح، وكمان هذه الشركات الإقليمية مشاهدينا والجميع لازم نكون عارفين ومتأكدين أنه هذه الشركات راح تساهم كثير في تشجيع على توسيع أكثر في استثمارات المملكة وشراكاتها، في توسيع الاستثمارات والشراكات لهذه المؤسسات والشركات في المملكة تحديدا، وهذه يمكن أهم نقطة اللي راح تكون مساعدة فعليا في تنمية ورفع ميزان الاقتصاد السعودي في المملكة. يعني كلنا بصراحة سعيدين ومسرورين بخبر زي كده. أكيد صحيح.